الله يبارك فيك، شكرا بزاف، وتحيه لكاع ناس طنجة اللي دائما مضيافين وكرماء وما كيبخلوش علينا دائما بالكرم ديالهم، تبارك الله عليهم كاملين. كنتمنوا على الله، حنا دائما نتمنوا له الفرج يا ربي. وانا يمكن احنا اكثر عائلة فاطمة حاسة بعائلة سعد المجرد، لأنه مرينا من نفس الأزمة ونفس المؤامرات اللي مر بها. أنا كنسميها مؤامرة لأنه كنعرفوا أخلاق سعد وكنعرفوا عائلة سعد ملي كان صغير. دونك كنقول الله يهديم أخلاق والله يفرجها عليه إن شاء الله، وكنقول لهم ما عليكم غير الصبر ودعاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا المغاربة إحنا خاصنا نكونوا واقفين مع سعد، لما وقفش مع المغاربة شكون اللي غيوقف معاه؟ دونك نعاود نقول الله يفرج عليه ونفرحوا إن شاء الله بالخروج ديالو. يعني ولات هاد الحرب ديال انه هذا اغتصب او هذا در، يعني لاحظت حاجه وحده، انه دائما اللي كيرفع الدرابو ديال البلاد خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن تيبغيو يهرسوه. شكون هاد الناس بين قوسين؟ ما عرفتش شكون، ولكن مهما يبغيو يهرسوهم سعد المجرد غيخرج غيلقى البوبيك ديالو كيتسنى والله يفرج عليه. وحكيمي كذلك عنده لي فان ديالو كبار واسعين في المغرب وخارج ارض الوطن، وكنتمنوا على الله يفرج عليه ان شاء الله يا رب.